بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت لما يعني كان طبعا كان اجازة قبل كده، وبعدين خدنا سيكشن اضافي عشان نعوضه. كنا اتكلمنا على بقية الووتر كواليتي بارامترز، كنا اتكلمنا على الفيزيكال وشرحناها السيكشن اللي قبل اللي فات، وسيكشن اضافي بدأنا نشرح فيه الكيميكال او الكيميكال بارامترز. هنكملها النهارده، وهناخد الجزء بتاع الايه بتاع البيولوجي. احنا وقفنا فين؟ احنا كنا المرة اللي فاتت شرحنا الجزء، طبعا قبل كده شرحنا الجزء بتاع الفيزيكال كله تقريبا. والمره اللي فاتت بدانا خدنا البي اتش، وخدنا الدي او، وخدنا الميجو انيونز، وخدنا السالينيتي، وخدنا الكوندكتيفيتي، وخدنا الهاردنس، وخدنا البي او دي، وخدنا السي او دي. فضلنا بس النهارده هناخد حاجتين، هناخد النيوترينتس المغذيات، وهناخد الهيفي اليمنتس او المعادن الثقيله. طبعا مش دول بس الكيميكال اللي عندنا، بس احنا يعني اخذنا المهم قوي بالنسبه لنا، او الاغلب الناس بتشتغل بيه. يعني لو في حد نازل موقع وعايز يختبر جوده الميه، في الاغلب بيشتغل على البارامترز الفيزيكال دي. فاحنا النهارده هنكمل الجزء بتاع الكيميكال اللي هي النيوترينتس والهيفي المنتس، وهنتكلم على اخر حاجه خالص، او اخر انديكيتورز اللي هي او بارامترز اللي هي اللوجيكال بارامترز. كنا وقفنا فين؟ احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت على الجزء بتاع النيوترينز، هنروح له دلوقتي على طول. في حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات؟ في حد في حاجه ما كانش فاهم المره اللي فاتت ممكن نشرحها تاني؟ بعد إذنك يا باشمهندس، اتفضل. الفرق اللي كنت حضرتك قلته بس السكشن اللي فات بين التي بي اس والعامل اللي خدناه في السكشن اللي فات اللي هو ايه؟ مش متذكر الصراحة. السلينيتي. أيوه بالظبط، الملوحة. الملوحة. كنت عايز اعرف الفرق اللي حضرتك قلته السكشن اللي فات تاني لو سمحت، لان كنت تمام. نسيت اسجله. بص، هو التي دي اس دي مجموع المواد الصلبه الذائبه في الميه. مش شرط تكون المواد الذائبه في الميه تكون املاح، ممكن تكون اي ماده تانيه دايبه في الميه. فعشان بنقول كده بنقول ان الاملاح او السلينيتي تعتبر جزء من التي دي اس. يعني الاملاح نفسها جزء من التي دي اس. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي اي يعني اي عناصر دايبه تانية في الميه، يعني مثلا طمي او طين او حديد او منجنيز او اي حاجه، وعندي فيه مجموعه من الاملاح برضه اللي بتدوب في الميه، اي حاجه دايبه في الميه دي كلها كده بسميها تي دي اس. تي دي اس. لكن الاملاح دي جزء بس بسيط، او جزء يعني ما يكونش بسيط، ده جزء كبير من الايه؟ من التي دي اس. يبقى دايما بنقول ان السلينيتي او الاملاح، السلينيتي الاملاح جزء من الايه؟ من التي دي اس. عشان كده ساعات بيقول لك ان في الميه النقيه، الميه اللي هي النظيفه شويه، تقريبا التي دي اس بيساوي الاملاح، لانه بيشيل بقى المواد العضويه والمواد والطين او الطمي اللي ممكن يكون داب في الميه. لو قال لك الفرق ما بين تي دي اس وسانيتي، هتقول ان سانيتي جزء من التي دي اس. التي دي اس بتعبر عن اي مواد دايبه جوه الميه، لكن سانيتي بتعبر بس عن الاملاح اللي هي اما كاتيونز او انيونز، اما موجبه زي مثلا الصوديوم او البوتاسيوم او الكالسيوم او المغنيسيوم، او سالبه زي الكربونات والبيكربونات والكلوريدات، او اي شحنات سالبه يعني. تمام كده؟ تمام يا هندسة. تمام. طيب هنكمل بقى اللي احنا بدأناه. هنتكلم النهارده على اخر حاجتين في الكيميكالز. اول حاجه نتكلم على النوترينز. النوترينز دي احنا بنسميها المغذيات. ليه سميناها المغذيات؟ لان دي عناصر اساسيه لنمو الكائنات الحيه زي الاسماك مثلا والنباتات. يعني لو انا عندي مثلا ده مثلا بحيره مثلا موجوده عندي كده، الاقي ان البحيره دي كلها النباتات اللي بتنمو هنا كده في الميه، او الاسماك الموجوده هنا، بتحتاج عناصر اساسيه عشان تكبر وتنمو. زي ما احنا محتاجين مثلا اكل
في كربوهيدرات وفي نشويات وفي دهون وفي بروتينز. الاسماك بتحتاج حاجه اسمها نوترينز، مغذيات عشان تتغذى عليها. نفس القصه النباتات عشان تتم عمليه البناء الضوئي محتاجه ليه مغذيات. المغذيات دي زي ايه؟ زي الكربون، زي الهيدروجين، زي الاكسجين، زي النيتروجين، زي الفوسفور وغيرها من العناصر المهمه عشان جسم الكائن الحي في الميه يبدا يتكون وينمو. احنا هنركز على اثنين من اشهر النيوترينتس، النيتروجين والفوسفور. ليه؟ لان هم بيعتبروا عامل اساسي ومحدد في تكوين اهم كائنات حيه او نباتيه موجوده في الميه اللي هي الطحالب. فهنركز على الاثنين دول. حتى لما جينا اتكلمنا قبل كده على عملية مشهورة جدا واكيد انتوا يعني ذكرتوها، اللي هي الاوتروفيكيشن او الاحتواء الغذائي او التخفف او يعني زياده المغذيات. كنا اتكلمنا على العنصرين دول، قلنا ان لو عندي حد بيزرع كويس او بيهتم اكتر بالزرع فبيحط اسمده كتيره. الاسمده دي بتبقى جواها في مواد زي الفوسفات وزي النيتروجين، فدي بتدخل جوه البحيره فبعدين يحصل العمليه اللي اتكلمنا عنها. وفي الاخر العمليه دي بتبقى مشكله جدا لانها بتقلل الاكسجين وبالتالي بيموت السمك. فبالتالي احنا دايما بنتكلم على العنصرين دول. العنصرين دول لو موجودين بصوره كبيره في الميه هيأثر سلبا بعد فتره طويله، بس هم اي كائن حي محتاجها بنسب معينه. زي ما احنا قلنا قبل كده ان اي حاجه زادت عن حدها بتقلب ضدها. نفس القصه الفوسفات والنيتروجين مهمين جدا، وكل واحده فيهم على فكره تعتبر دوره جوه الميه. يعني ايه دوره جوه الميه؟ يعني النيتروجين او الفوسفور ده بيخش مثلا بصوره معينه، بصوره عضويه او بصوره غير عضويه، ويبدا يتحول بقى جوه الميه. مره يبقى اسمه بي او 4، مره يبقى اسمه او بي، مره اسمه تي بي. يعني مثلا زي الفوسفور، الفوسفور ده له اكتر من شكل جوه الميه. نفس خاصه النيتروجين في له شكل اكتر من شكل جوه الميه. كل شكل من الاشكال دي بيتكيف او مش بيتكيف، كل كائن حي بيتكيف على اساس ان هو بيستخدم النوع ده من الايه، من العناصر. فبالتالي النوعين دول مهمين جدا للكائنات الحيه. هنتكلم اول حاجه على الفوسفور اللي هو البي. الفوسفور زي ما اتفقنا ان هو عنصر اساسي جدا مهم جدا للكائنات الحيه، موجود بشكل طبيعي عن طريق ان في معادن او في صخور بتبقى موجوده في التربه تحت هنا، اما بتحتك مع الميه بتؤدي ان الميه بيكون فيها نسبه من الفوسفور. كمان مش بس بيكون موجود بشكل طبيعي، لا ممكن يجي يكون موجود بشكل صناعي. لو انا عندي في صرف او مخلفات زراعيه او مخلفات بشريه فيها نسبه من الفوسفور زي المبيدات الحشريه مثلا، زي المنظفات مثلا ممكن فيها نسبه من الفوسفور، فده برضه بينتقل جوه الميه. برضه من ميزه الفوسفور ده ان هو بيكون محدد اساسي لنمو الطحالب. يعني في طحالب معينه، يعني نوع من انواع الطحالب ما بينموش بس الا لو في فوسفور. يعني لو ما فيش فوسفور اصلا في الميه مش هنلاقي النوع ده من الطحالب. وطبعا لو نوع الطحالب ده ما انبتش او مش موجود، ده كده انا ههدم بدايه السلسله الغذائيه. يعني احنا عارفين السلسله الغذائيه عباره عن ايه؟ عباره عن كائن بيتغذى عليه كائن بيتغذى عليه كائن لحد ما يوصل للاسماك الكبيره. فلو النوع ده من الطحالب ما اتنماش او ما بقاش موجود، السلسله دي كلها ممكن تتدمر. عشان كده يعتبر هو من العناصر المهمه جدا في بناء مجموعه من الطحالب. طبعا في انواع زي ما اتفقنا، او الفوسفور ده ما بيخش جوه النظام البيئي ده بيبقى له اكتر من شكل. يعني في مثلا حاجه اسمها تي بي توتال فوسفور، في حاجه اسمها البي او 4 اللي احنا دايما عارفينه اللي هو الفوسفات، في حاجه اسمها يعني في انواع كتيره جدا من الفوسفات مش محتاجين نعرفها كلها، بس محتاجين نعرف ان هو في منه انواع، في مركبات عضويه وفي مركبات غير عضويه. اشهر نوع بقى واللي احنا دايما بنشتغل عليه سواء كان في الاختبارات اللي احنا بنعملها على الميه هو البي او 4 او بنسميه الفوسفات. يبقى الفوسفات او البي او 4 ده اهم شكل من اشكال تواجد الفوسفور في الطبيعه او في الميه. ساعات بنسميه على فكره فوسفات، وساعات بنسميه اورثو فوسفور، اورثو فوسفور او فوسفات. لو قالك في الامتحان اورثو اورثو كده وكتب كلمه فوسفور اللي هي الكلمه اللي فوق دي كده، او اورثو بي هي نفسها البي او 4 هي نفسها الفوسفات.
فلو قال لك يعني ايه فوسفات هتقول له كده زي ما مكتوب كده الشكل الغير العضوي للفسفور وموجود في الطبيعه او بيدخل بيدخل الطبيعه وبيدخل الميه عن طريق بعض الصخور، عن طريق تحلل المواد العضويه، عن طريق الرواسب الموجوده في التربه، او عن طريق بشري زي مثلا النبات المنزليه، مواد التنظيف، الاسمده الموجوده في الزراعه، دي كلها بتزود من قيمه البي او 4. طبعا البي او 4 ده مهم جدا بس لازم يكون بنسب معينه، يعني المفروض البي او 4 ده في الطبيعه يعني اغلب الارقام بتقول ان هو المفروض ما يزيدش عن 1 من 10 مللي جرام على اللتر. يعني لو الرقم ده زاد عن 1 من 10 مللي جرام على اللتر دي بتبقى مشكله كبيره. وحتى ما اعرفش انتوا يعني فاكرين او لا، من تقريبا من 3 سنين كان حصل ان في حاويه فوسفات كبيره في الصعيد انقلبت في الميه. يعني الفوسفات ده ساعات بيتم ان احنا ممكن يعني في مناجم للفوسفات اصلا وبيتصنع منه اسمده، فلما بتكب في الميه لازم نلحق ان احنا قبل ما يحصل تفاعل كبير ان احنا نلحق نلمه او نلحق ان احنا نشيله من الميه بحيث ما يحصلش مشكله كبيره ويبقى الميه فيها نسبه عاليه من الفوسفات، عشان حتى لما نيجي نعملها عمليه معالجه ما تكلفناش فلوس كتير. ده بالنسبه للفوسفور. بالنسبه للنيتروجين هو على فكره نفس الكلام، مش هيختلف ان هو من نفس المغذيات، لكن الاختلاف الوحيد برضه ايه بقى هنتكلم عنه، ان هو له مركبات اكتر شويه من الفوسفور. لو اتكلمنا عن النيتروجين هنقول نفس الكلام برضه، ان هو موجود بشكل طبيعي في الميه وان له دوره تانيه اسمها دوره النيتروجين، زي ما في دوره فوسفور في دوره نيتروجين، وزي ما قلنا ان هو برضه عنصر غذائي اساسي وهو محدد لموت طحالب. في طحالب تانيه بقى غير الطحالب دي، غير الطحالب اللي بتنمو على الفوسفور، في طحالب بتنمو على النيتروجين. عشان كده حتى في نسبه مشهوره جدا بس مش هناخدها قوي يعني اسمها نسبه ان على بي. دي نسبه مهمه قوي مثلا يعني اغلب الناس اللي هي هتشتغل في ووتر كواليتي بعد كده او مثلا اللي عندهم مشروع ووتر كواليتي هيهتموا قوي بالنسبه دي، لان النسبه دي هتحدد لهم ايه الطحالب اللي هتنمو والطحالب اللي مش هتنمو. يعني بقسم الان على بي، لو الرقم ده طلع اكبر من 5 مثلا معناها ان الان اكبر من البي، فمعناها ان في طحالب هتنمو على حسب النيتروجين بس. لو الان على البي اقل من 5 يبقى دي معناها ان الفوسفور اكثر، فبالتالي في طحالب ثانيه هي اللي هتنمو على حساب الطحالب المعتمده على النيتروجين وهكذا. يعني برضه موجود في الميه بصوره عضويه وبصوره غير عضويه. طب ايه اشهر بقى المركبات الموجوده او التبع النيتروجين؟ عندنا اشهر 3 اللي هم ال NO2 النيتريت والنترات اللي هي NO3 والامونيا او النشادر اللي هو ان ال ان اي ال ان اتش 3. دول اشهر 3 عناصر بيبقى موجودين في او بيبقى بيشكلوا النيتروجين الموجود في الطبيعه. احنا دايما هنهتم اكتر بالنوعين دول اللي هو النيتريت والنيترات. النيترات عفوا، النيترات والنيتريت. طب ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ لو حد في الامتحان مثلا او سالني ايه الفرق ما بين النترات ال NO3 وال NO2؟ حد عنده معلومه يا جماعه الفرق بين الاثنين؟ الناس اللي حضرت المحاضره حد يعرف ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طيب بص باختصار شديد كده، الامونيا دي اللي هي ال NH3 دي هي اللي بتدخل جوه الميه، يعني دايما الميه نفسها اللي اشهر مركب بيدخل لها. يعني لو دي بحيره كده او تبعه، ال NH3 ده بيدخل جوه الميه عن طريق ايه؟ عن طريق الاسمده وعن طريق المبيدات الحشريه، بيكون فيها النشادر، بيكون فيها الامونيا. حتى لو الناس يعني مثلا راحوا مره ارض زراعيه او ناس احنا ممكن واحد ابزر قبل كده، في شكاير اسمها شكاير المواد الكيماويه اللي هي بيكون فيها الاسمده، بتاع مكتوب اسمع عليها امونيا اللي ما اعرفش ايه الامونيا. الامونيا دي هي اشهر حاجه بتدخل جوه الميه. اول ما ال NH3 ده يدخل جوه الميه بيتحول ل NH4. وايه الفرق بين ال NH3 وال NH4؟ ال NH3 ده اللي هو الامونيا، اول ما بيدخل جوه الميه بيتحول الامونيوم اللي هو NH4. ال NH4 ده بعد فتره ما بيتاكسد يعني بيتنيه فتره كبيره قوي بيتحول لايه؟ ال NO3. يبقى تاني ال NH3 ده بيدخل جوه الميه يديك NH4 اللي هو الامونيوم، ده اسمه الامونيا وده اسمه الامونيوم.
بيتحول بعد كده لان اما يتاكسد اكتر بيتحول ل ان او 3. يبقى اول حاجه اللي بتحصل بتتحول ل ان او ايه ال ان او 3 لما يحصل اكسده للامونيوم. لكن ال ان او 2 ده لا، ال ان او 2 اللي بيحصل بقى ال ان او 3 او النترات اما بيحصل له نزع. يعني ايه نزع؟ يعني لو في كائنات حيه استهلكت جزء كبير من النترات ده واي عمليه بيولوجيه او كيميائيه حصلت بتقلل من النيتروجين في الميه، فبيتحول النترات اللي احنا عارفينه دايما اللي هو ان او 3 للان او 2. اللي انا قلت الكلام ده كله يا جماعه دي الدوره اللي بتحصل جوه الميه، دي دوره النيتروجين. فلو في حد سالك ايه الفرق ما بين النترات والنتريت هتقول له القصه دي البسيطه دي، ان ال ان او ال ان او 3 ده جاي منين؟ جاي من الامونيا بس، ان هو جاي من الامونيا او انه تم اشتقاقه من الامونيا بعد ما اتاكسدت بالميه. ال ان او طب ال ان او 2 جاي منين؟ جاي من ال ان او 3، جاي من حاجه اسمها نزع النيتروجين او تقليل النيتروجين في الميه، فبيتحول النترات اللي هو ال ان او 3 الى النيتريت اللي هو ال ان او 2. ده الفرق الرئيسي ما بينهم. برضه من ضمن القوة الأساسية جدا إن النيتريت ده صعب جدا، لأنه إحنا بنعتبره من ضمن الغازات السامة الموجودة في المية. النيتريت ده من ضمن الغازات السامة الموجودة في المية، لو موجود بنسبة كبيرة يعني النسبة بتاعته، حتى في بعض العلماء قالوا النسبة بتاعته المفروض ما تزيدش عن 1 من 1000 مللي جرام على اللتر. لو رقم صغير جدا، تخيل 1 من 1000 مللي جرام على اللتر قد إيه؟ لو الرقم ده زاد عن الرقم ده بصوره كبيره ممكن يحصل ان الميه تبقى سامه. فعشان كده المفروض ده ما يكونش متواجد بصوره كبيره في الميه. ده لو موجود بصوره كبيره مش مشكله، يعني لو موجوده بصوره معينه طبعا مش كبيره قوي، يعني الرقم ممكن يوصل لحد 1 مللي جرام على اللتر، يعني ممكن يوصل 1. تخيل ان ده 1 من 1000 مش عايزينه، ده ممكن يوصل لواحد او ممكن ساعات يوصل لثلاثه مللي جرام على اللتر عادي. فده الفرق برضه الكبير ما بينهم، ده ممكن يوجد بكميات مناسبه لكن ده المفروض ما يكونش موجود بكميات عاليه في الميه. ده الفرق الرئيسي ما بين الاثنين لو سالت فيهم ايه الفرق ما بين النيترات والنيتريت. بس مهم جدا بيجي في الامتحان كتير. في حد عنده اي سؤال في الحته دي يا جماعه؟ معلش يا باشمهندس، بس المصدر الطبيعي والصناعي تاني للفسفور بس عشان الحاجة. لا مفيش مشكله، المصدر الطبيعي للفسفور اكتب كده 1، التغيرات المناخيه اللي بتحدث للمعادن الموجودة في المية، يعني لو في معادن في المية أو في طوبة المية فيها فسفور ده بيزود من قيمة الفسفور. إحنا ساعات بنسميها عندنا حاجة اسمها تجوية الصخور، إن في صخر المية بتعدي بتنحته فبيطلع منها الفسفور. ده رقم 1، ده طبيعي. رقم 2، تحلل المواد العضوية، يعني لو في مواد عضوية في المية بيحصل لها عملية تحلل تحول لمواد غير عضوية، المواد العضوية دي بيكون فيها فسفور فممكن يعني تبخ او تطرد فوسفور جوه الميه. ايه تاني؟ ده اغلب ده الطبيعي، يعني عمليه التجويه او عمليه تحلل المواد العضويه. الصناعي بيجي عن طريق النفايات المنازل، مواد التنظيف، المخلفات بتاعت المصانع، الصرف الزراعي اللي فيه اسمده كتيره، الاسمده دي بيكون فيها فوسفات، دي بتبقى مصادر صناعيه. تمام كده؟ تمام. في حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ مش في حد عنده اي سؤال تاني؟ انا فاكر يا جماعه برضه مش عايز اقول كل حاجه عشان ما نزودش على نفسنا، انا بقول لك الحاجات المهمه اللي لو انت دي اللي ممكن تتسال فيها في الامتحان او هتحتاجها بعد كده وانت في حياتك بعد كده لو اشتغلت الجزء بتاع الووتر كواليتي باوندرز. طيب اخر حاجه نتكلم عنها الهيفي ميتالز او التراس اليمنت. الهيفي ميتال او المعادن الثقيله او بنسميها العناصر النادره، يبقى دي بنسميها المعادن الثقيله او العناصر النادره. احنا عارفين ان الميه فيها مواد كيميائيه كتيره جدا، زي مثلا زي ما اخذنا حتى دلوقتي مثلا فوسفور ونيتروجين واخذنا قبل كده كربون واكسجين، دي كلها مهمه قوي بالنسبه لكائنات الحيه. غير المواد الكيميائيه دي في مواد ثانيه بنسميها معادن ثقيله او عناصر نادره. العناصر دي مهمة جدا جدا لنمو الكائنات الحية والأسماك، مهمة جدا للإنسان بعد كده إنه يشرب الماء يكون فيها العناصر دي. العناصر مثلا الجسم محتاج حديد، محتاج عناصر معينة. العناصر دي إحنا بنسميها ليه تراس؟ لأنها عناصر بتكون موجودة بنسبة قليلة وقليلة جدا جدا، ما تبقاش بصورة كبيرة.
وليه بنسميها هيفي ميتالز؟ لان العناصر دي عناصر غاليه مش عناصر عاديه، وعناصر تقيله يعني ككميه ممكن تكون موجوده بصوره كبيره، بس انا اما اجي استخدمها في الميه لازم تكون نسبتها قليله، فهي بنسميها هيفي ميتالز، عناصر الثقيله، لان وزنها المفروض في الطبيعه كوزن، يعني لو جينا قابلناها باي ماده ثانيه هتبقى كبيره، بس انا محتاج انها تكون دايما كنسبه جوه الميه اللي انا بشربها او انا بستخدمها لازم تكون كميه قليله. من ضمن العناصر دي عندنا طبعا كتير جدا، بس طبعا هي بتبقى موجوده في الطبيعه بصوره طبيعيه نتيجه برضه نفس القصه، برضه بيكون في صخور او بيكون في حركه للميه تحتك بالتربه، فالتربه دي بيكون فيها المعادن الثقيله دي زي مثلا المنجنيز، زي الحديد، زي النحاس، زي الزنك، دي كلها عناصر ثقيله. الاحتكاك ده اللي بيسبب لي ان يكون في احتكاك ما بين الميه والمعادن دي، هي اللي بتخلي ان انها تكون موجوده جوه الميه. او يبقى في مصدر صناعي زي مثلا النفايات الصناعيه، ودي بقى المصادر الرئيسيه الاكثر اللي ممكن تزود من العناصر او المعادن الثقيله دي، زي النفايات الصناعيه الموجوده عندي، زي التعدين اللي بيحصل، يعني مثلا ساعات بيكون في مجرى مائي هنا كده وبيكون هنا في مناجم، منجم مثلا حديد، منجم ذهب، منجم زنك، منجم زئبق، مناجم، منجم نحاس، المنجم دي قريبه من الميه مثلا، يكون مثلا في مثلا خط سكه الحديد اللي بينقلها او الشاحنات اللي بتنقلها، ممكن يحصل انسكاب لبعض المعادن جوه الميه، فده اللي بيزود من قيمه العناصر او المعادن الثقيله الموجوده جوه الميه. برضه الامطار الحمضيه برضه ممكن تكون جزء برضه انها تنقل جزء من العناصر دي، لو انا مثلا عندي مداخل بتاعت المصانع، المصانع دي مثلا بتنتج برضه نوع من انواع الحديد، الحديد مثلا بتنتج من نوع من انواع الذهب او الزنك، فممكن الابخره بتاعت المصانع يكون فيها نسبه من الحديد بتنتقل عبر الجو، فبالتالي يحصل سحب حموضيه، فبالتالي ممكن تؤدي الى امطار، فالامطار دي تزود من نسبه المعادن الثقيله. ايه اشهر المعادن الثقيله اللي عندي؟ عندي مثلا زي الحديد اللي هو اف اي، ده اسم الحديد، عندي الكوبالت، عندي النحاس اللي هو سي يو مثلا، انا هقول لك على اشهر الرموز المهمه، يعني عندي المنجنيز اللي هو ام ان، المنجنيز برضه من العناصر الثقيله، عندي الزئبق اللي هو الميركري، الزئبق او اتش جي بنسميه، اللي عندك الزنك اللي هو الزد ان، ده برضه من العناصر المهمه، عندي السيلينيوم، عندي الرصاص، عندي الكادميوم، دي تعتبر من ضمن العناصر المهمه قوي. وحدة القياس، احنا دايما لما كنا بنشتغل قبل كده مثلا لما جينا اشتغلنا على الفوسفات او اشتغلنا على الدي او او البي او دي او السالينتي، كنا بنتكلم على وحده اسمها الملي جرام، الملي جرام على اللتر، صح؟ كنا دايما بنشتغل بالوحده دي، لا عشان احنا عارفين المعادن دي لازم تكون بصوره قليله او نادره او بصوره صغيره جوه الميه، فاحنا هنشتغل على الميكرو جرام على اللتر، مش هنشتغل على الملي، لا ده اصغر كمان من الملي، نشتغل على الميكرو اللي هو يعتبر 10 اس 6 من الجرام، فهنشتغل على ميكرو جرام على اللتر. طبعا انا مش عايز اقول ان العناصر دي لو كانت لو موجوده بصوره كبيره جدا في الميه دي بتسبب مشاكل صحيه كبيره جدا، لدرجه ان في بعض من العناصر دي لو موجوده بصوره كبيره ممكن تسبب الوفاه الطبيعيه، الوفاه المباشره، يعني مثلا عندنا مثلا الزئبق ده لو ذاب نسبه كبيره جدا في الميه هيبقى سام جدا، لدرجه ان هو ممكن يسبب يعني لا قدر الله تلف للمخ، يعني ولو في سمك في الميه، لو في سمك في الميه خد نسبه كبيره جدا من الزئبق ده، وبعدين الانسان راح كل السمك ده، للاسف ده بيسبب امراض ومشاكل كتيره جدا، يعني ممكن توصل لفقدان الذاكره، توصل لعمليات مضره جدا بالمخ، عشان كده لازم يكون النسبه بتاعت النسبه بتاعت المعادن دي قليله جدا. برضه في عنصر مثلا على فكره زي الزرنيخ، برضه الزرنيخ ده يعتبر برضه من ضمن المعادن الثقيله، لو الزرنيخ ده زاد نسبته في الميه وجي بقى انسان يعني ناس استحمت جوه الميه دي او استخدمت الميه دي مثلا في غسيل اي حاجه، ممكن تسبب حروق في الجلد او سرطانات في الجلد، عشان كده لازم تكون المعادن الثقيله دي موجوده بنسبه قليله جدا جوه الميه. في بعض التصنيفات على فكره اللي بتصنف الهيفي ميتالز دي الى مثلا المايكرو نوترينتس اليمنت،
زي مثلا الزنك زي الكوبالت المايكرو دي اللي هي مغذيات الكبيره الاساسيه. في مغذيات ثانيه اسمها الميكرو مثلا، الميكرو دي اللي هي تبقى اصغر شويه يعني زي النيكل وزي الكوبالت تبقى اصغر شويه من الارقام دي. في برضه الاعلى او الاكبر شويه اللي هي زي الزئبق وزي الكادميوم. في اللي هي بتبقى نفيسه شويه او معادن غاليه شويه زي الذهب وزي السيلفر. انا مش مهم عندي قوي القصه دي، بس مهم عندي قوي لو في الامتحان سالت ايه هي المعادن الثقيله هتقول له دي المعادن الموجوده في الميه ولازم تكون نسبه قليله جدا عشان لو نسبتها العاليه بتاثر على الكائنات الحيه وممكن تسبب الامراض للكائنات الحيه ودي وللانسان، وهي ضروري وجودها ضروري لبعض الكائنات الحيه الموجوده جوه الميه. ده باختصار شديد الهيفي ميتالز او التراث اليمنت. في حد عنده اي سؤال فيه؟ في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب هنتكلم بقى على اخر حاجه خالص عشان وقتنا. اخر بارامترز او اخر عناصر عندنا اللي هي العناصر البيولوجيه. كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا العناصر البيولوجيه دي بتعبر عن الكائنات الحيه الدقيقه او الكائنات الحيه اللي بتعيش جوه الميه. اي كائن حي موجود جوه الميه اقدر اقيسه ده بسميه من العناصر او من المعاملات البيولوجيه للميه. وعلى فكره مش شرط بس ان انا اقيس عدد او كميه الكائنات الحيه الموجوده جوه الميه، لا ده انا ممكن اقيس العمليات البيولوجيه اللي بتحصل جوه الميه زي البناء الضوئي زي التنفس زي التحلل. لو انا عرفت اقيس ودي في على فكره في طرق كيميائيه بتقيس الكميات دي، بتقيس عمليه البناء الضوئي اللي بتحصل في الميه نسبتها قد ايه، بتقيس عمليه التحلل اللي بتحصل المضله الضوئيه قد ايه، بتقيس عمليه التنفس بتاعت الكائنات الحيه قيمتها قد ايه. ممكن لو انا قست المعاملات دي اقدر برضه ان انا اسميها بيولوجيكال بارامترز. بس احنا مش هنهتم اكتر بالحاجات دي، لا احنا هنهتم بالكائنات الحيه الدقيقه الموجوده جوه الميه او النباتات الموجوده جوه الميه زي مثلا ايه، زي البكتيريا زي الطحالب زي الكوفيل ايه زي الفيكال كلوفورم زي الايكولا. دي كلها تعتبر من البيولوجيكال بارامترز او العناصر البيولوجيه الموجوده جوه الميه. لو اتكلمنا اول حاجه عن البكتيريا، البكتيريا دي تعتبر من اهم الكائنات الحيه الدقيقه الموجوده جوه الايه جوه الميه. يعني ده يعتبر من اهم الكائنات الحيه الموجوده جوه الميه، لان احنا عارفين بعد كده ان البكتيريا دي مسؤوله عن عمليه التحلل اللي بتحصل للمواد العضويه. يبقى لو قال لي في الامتحان ايه هي البكتيريا هتقول هقول له هي عباره عن كائنات حيه دقيقه مجهريه بتعيش بحريه في الميه، اما انها بتكون متعلقه على السطح او في القاع. الدور الاساسي اللي بتلعبه هي بتعمل تحلل المواد العضويه، وطبعا بتحتاج نسبه من الاكسجين عشان تعمل عمليه التحلل دي، فبالتالي وجودها هو اللي بيتحكم في الاساس على نسبه الاكسجين الموجود في الميه. ممكن يزوده لو هي مش موجوده مثلا وممكن يقلله، بس لازم تكون موجوده عشان لو انا لو الكائنات الحيه اللي بتموت في الميه ما حصلهاش عمليه تحلل الميه دي هتبقى ريحتها وحشه. فالبكتيريا فيها ميزه برضه انها بتحلل المواد العضويه، بس طبعا المفروض ما تكونش بصوره كبيره عشان لو بقى بصوره كبيره ممكن تستنزف كميه الاكسجين الموجود جوه الميه. ده بالنسبه للبكتيريا. طيب بالنسبه للطحالب، طبعا احنا في البيولوجيه دي احنا مش هنتكلم كتير ليه، لان هو السؤال في الامتحان بيجي تعريف بس، يعني ايه بكتيريا، يعني ايه الجي مثلا طحالب. طب يعني ايه طحالب؟ طحالب دي عباره عن كائنات حيه ضوئيه. يعني ايه ضوئيه؟ يعني قادره على اتمام عمليه البناء الضوئي، يعني تقدر انها تمتص الضوء الموجود في الميه سواء كانت هي موجوده على السطح طبعا او موجوده تحت في الاعماق الضوء يخترق الميه فيوصل لها، وبالتالي تقدر تعمل عمليه بناء ضوئي، تقدر تحول الشمس ل اكسجين، فبالتالي الكائنات الحيه ممكن تستفيد منه، وكمان تعتبر غذاء، تعتبر غذاء او اساس السلسله الغذائيه اللي بيعيش عليها بعد كده كائنات حيه صغيره جدا بنسميها عوالق حيوانيه. العوالق الحيوانيه دي اللي هي الكائنات الحيه الاسماك الصغيره جدا 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 دي بنسميها عوالق حيوانيه او زو بلانكتون، دي بنسميها عوالق حيوانيه.
طبعا بعد كده بتغذى عليها الاسماك بقى، او بعد كده بتغذى عليها حيوانات اكبر، فبالتالي تعتبر هي اساس السلسله الغذائيه. طبعا اللي بيزود طحالب او بيقللها في الميه هو درجه الحراره، اشعه الشمس، الضوء، الوقت، مثلا هل احنا بالصبح او بالليل، يعني الصبح هتلاقي عمليه بناء الضوء تبقى كتيره شويه فالطحالب بتنمو اكتر. المواد الغذائيه او المغذيات زي ما اتفقنا، المغذيات يعني مثلا الفوسفور والنيتروجين هو اللي بيحدد نمو الطحالب، فموجود بكثره في الميه ممكن يودي الى ايه؟ الى نمو الطحالب بصوره اكبر. عندنا بعد كده برضه من ضمن البارامترز اللي انا ممكن اقيسها واشوف العناصر البيولوجيه موجوده بقد ايه في الميه، اللي هو الكلوروفيل ايه؟ احنا عارفين دايما الكلوروفيل ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن الصبغه الخضراء اللي بتبقى موجوده على الورق بتاع الطحالب او الورق بتاع النباتات، وهو ده المسؤول ان هو بيعمل تمثيل الضوء للاكسجين، اللي هو بياخد من الميه، بياخد الشمس ويحوله لاكسجين عن طريق ان هو بيمتص طاقه الشمس. فانا لو انا رحت في الميه وقست كميه الكلوروفيل ايه الموجود عندي، اقدر اقول ان كميه النباتات موجوده قد ايه، اقدر اقول ان عمليه الاكسجين اللي هتبقى جوه الميه كميتها قد ايه. يبقى انا اقدر عن طريق حساب، بدل ما اروح احسب الطحالب، انا ما عنديش اجهزه بتقيس الطحالب مثلا كميتها في الميه، لكن عندي جهاز بيقيس لي يقول لي ان كميه المواد الخضراء او الكلوروفيل الموجود جوه الميه هنا قيمته كذا. على اساس القيمه دي اقدر احدد كميه الطحالب، اقدر احدد كميه المواد، كميه عمليه البناء الضوئي اللي بتحصل جوه الايه؟ جوه الميه. لو سالت يعني ايه كلوروفيل ايه؟ طبعا اختصاره هو سي اتش ال شرطه ايه، ده اسمه الكلوروفيل ايه. تولدين الصبغه الخضراء المسؤوله عن اتمام عمليه البناء الضوئي، وهي مهمه جدا لامتصاص الطاقه وتحويلها لايه؟ تحويلها لاكسجين. ده بالنسبه للكلوروفيل ايه. طيب اخر حاجتين عندي اللي هم الفيكال كلوروفورم والايكولا. الفيكال كلوروفورم ده بنسميه البكتيريا البرازيه او الكولونيه البرازيه. على فكره البكتيريا دي وجودها جوه الميه مضر، لكن هي في الاصل هي بكتيريا مهمه جدا، لانها بتكون موجوده في امعاء الحيوانات. يعني المعده بتاعت اي حيوان بيكون فيه مجموعه من البكتيريا، زي ما موجود في الانسان برضه فيه مجموعه من البكتيريا جوه البطن او جوه المعده، بتعمل بتمتص بتخلق الاكل اللي بيدخل جواها بتمتصه او بتحوله لسوائل، بحيث ان الانسان ما يتعبش، لو لان لو الاكل ده تنازل جوه الجسم كتل زي ما هو بطنك توجعك، لكن لو البكتيريا دي موجوده جوه البطن هتحلل الكتل او الطعام ده للسوائل، بتبقى سهله على الايه؟ على المعده. طب كويس قوي ان هي حاجه كويسه، بس هي بقى مش حاجه كويسه لو طلعت جوه، لو طلعت من بره المعده. يبقى في الاصل الفيكال كلوروفورم او البكتيريا البوازيه دي مهمه جدا لو هي تنتها جوه المعده بتاعت الحيوانات او الكائنات الحيه، لكن للاسف لو خرجت، يعني عزكم الله، مثلا بتطلع مع البواز بتاع الكائنات الحيه وتكاثرت جوه الميه، دي بتبقى مشكله جدا لو انا جيت بعد كده واستخدمتها سواء كان في للزراعه او للشرب او لاي غرض من الاغراض، وبقت موجوده بره الجسم. يعني هي اول ما بتطلع جوه بره الوسط بتاعها بتبقى مضره، لكن لو هي جوه الوسط بتاعها جوه المعده مفيش اي مشكله. برضه دي من ضمن البارامترز اللي انا بقيسها، وعلى اساسها بقدر احدد الميه ملوثه بيولوجيا ولا لا، ملوثه بالبكتيريا دي ولا لا. لان البكتيريا دي لو الانسان بعد كده جاب ميه او كوبايه ميه ملوثه بالبكتيريا، طبعا البكتيريا دي ما بتشوفهاش بالعين المجرده، فلازم الناس عمليه تنقيه او معالجه للميه، لكن لو الميه دي فيها كميه عاليه من البكتيريا البرازيه دي، وطبعا دي بتيجي مثلا من حصائل المواشي، بتيجي مثلا من الحيوانات، او مثلا لو ما بيحصلش عمليه تنظيف او عمليه تكليك للبحيرات، فبيكون فيها كميات كبيره من الفضلات بتاعت الكائنات الحيه بتبقى موجوده جوه الميه. لو الانسان تناول الميه الموجوده بيكون فيها موجود فيها بكتيريا بوظيه، بتبقى امراض مشهوره جدا زي الكوليرا، زي التيفود، زي التهاب الكبد الوبائي، دي كلها بتاثر على الانسان لو فيها نسبه عاليه من الفيكال كلوروفورم. اخر حاجه وهي طبعا شبهها كتيره جدا اللي هي الايكولا، دي بنسميها العصيرات القلوانيه. هي برضو دي الفيكال كلوروفورم تعتبر نوع من انواع البكتيريا، لكن الايكولا دي تعتبر نوع من انواع الجراثيم.
ده الفرق ما بينهم. دي بكتيريا لكن دي عباره عن جواسيم، دي اخطر شويه في الميه. دي موجوده برضه في امعاء الثدييات زي التاني، موجود في امعاء الحيوانات، دي موجوده في امعاء الثدييات، ودي بتبقى في الاصل مش موجود اكتر في المعده، لا هي موجود اكتر في الامعاء الايه الغليظه. نفس القصه برضه لو انا عايز اشوف مؤشر جيد لتلوث الميه بيولوجيا، بدل ما اقيس البكتيريا والطحالب والكلوروفيل ايه، بقيس الايكولا دي. بقيس الايكولا ليه؟ عشان بتحدد لي ان هل في ملوثات او في جواسيم موجوده بشكل كبير جدا في الميه ولا لا. يعني الرقم ده لو قل بصوره كبيره جدا ممتاز عندي، لان انا لو انا في ميه فيها نسبه عاليه من الايكولا ده بتسبب مجموعه من الامراض او مجموعه من المشاكل الصحيه بالنسبه للانسان وبالنسبه للكائنات الحيه الموجوده جوه الميه. الجزء البيولوجي ده انت مش عليك بس الا ان انت تحفظ او تفهم كل نوع من الانواع دي. يعني في الامتحان في الاغلب مثلا بيسالك على الطحالب، بيسالك على البكتيريا، ده اكتر حاجتين بتسال عليهم، كمان الفيجيكولوكوم كمان. يعني الفيجيكولوكوم ده برضه بتسال كتير جدا بيجي في الامتحانات. في حد عنده اي سؤال في الجزء ده يا جماعه؟ والامتحان يا باشمهندس بيبقى ام سي كيو ولا مقالي؟ لا بيبقى مقالي، عشان كده يعني عشان كده حتى الشيت كلها مقالي. فالامتحان الفاينل او الميد تيرم او اي امتحان في الماده دي ما فيهوش اي ام سي كيو خالص، الامتحان كله مقالي. وطبعا احنا لسه هناخد برضه ان شاء الله بعد العيد مسائل بالارقام هنحلها. ده هيبقى الامتحان شكل الامتحان كده، في جزء تعريفات او مقارنات او صور مثلا وانت تعبر عنها، وفي جزء ثاني في مسائل هناخد مسالتين بعد الـ الميد تيرم او بعد العيد ان شاء الله. في حد يا جماعه عنده اي سؤال في الجزء ده؟ انا حاولت اكون بس مختصر عشان وقتنا، لان احنا عشان بس الوقت بتاعنا ما يضيعش. طيب اللي هيحصل كده دلوقتي هنبدا الكويز مع بعض. انا عايز الناس كلها نوقف التسجيل بقى خلاص كده.